السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب؟ ان شاء الله اليوم بعمل معاكم بسبوسة بالشوكولاتة تحفة بطريقة بسيطة جدا. بس بداية الفيديو اتمنى ضغط لايك وانزلوا تحت الفيديو تضغطوا على كلمة اشتراك وتفعيل الجرس. وعندي علبة توب، وعندي كوباية نفس حجم الروب، يعني نفس الحجم بتاع الروب. احط كمان مكانها كوباية جوز الهند وكوباية من السميد، السميد اللي هو ده او طحين البسبوسة زي ما بيسموه، انا سميد وسط، وكوباية من الزيت وكوباية سكر، بس انا عشان بحبش السكر كتير في الحاجة حاطين نص، لان لسه هنحط عسل. تمام. وعندي بيكنج باودر معلقة، وعندي فانيليا معلقة، وعندي معلقة كبيرة من الشوكولاتة من الكاكاو الخام، ومعلقة من اللون الاحمر. تمام. ومعلقة كبيرة من حليب البودر. انا عندي هنا دائرة اسمه ده البيض، الفانيليا، هضربه مع بعض. دلوقتي هحط علبة الروب، ومكان علبة الروب هحط سميد، ومكان برضو علبة الروب هحط جوزة الهند. تمام. وهحط الزيت، رغم ان الزيت المفروض نحطه مع المواد السائلة الاول، يعني الافضل نحطه مع المواد السائلة الاول اللي هو الروب والسكر والبيض. تمام. ودلوقتي هحط معلقه الحليب البودر، معلقه كبيره او معلقتين عشان تطعمها اكتر. هحط معلقه البيكنج باودر، وهحط معلقه الكاكاو، معلقة كبيرة يعني دي صغيرة، حطيت معلقتين مش تبقى معلقة كبيرة. تمام كده. يلا هنضرب دول مع بعض. خلاص 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 بقت جميلة جدا كده. عايزة تحطي بقى نقطة لون أحمر، نقطة لون أحمر، عايزة تخليها بس شوكليت تحطيها شوكليت. أنا هحط لون أحمر بس عشان إيه يكسر لون الشوكولاتة شوية ويديني اللي هي درجة الريد فيلفت. مش هكتر اللون عن كده، عايزه تكتريه تبقى حمرا قوي، كتري اللون. هنا حبايب انا انصح ان انت تلغي نقطه اللون الاحمر لان ما ادتنيش درجه مختلفه. حطي معلقه سمنه او زبده وهتدهني، والفرن دلوقتي بتاعي انا خلاص سخن كويس جدا، سخن تماما. هدخلها في النص على درجة حرارة، هو الفرن دلوقتي عالي، هنزلها وسط وهدخلها بإذن الله تستوي. عايزة تحطي عليها قشطة، اقسمي الخليط نصين، حطي في النص قشطة، بعد كده كملي بقية الخليط بتاعك. المقادير دي مظبوطة 100%، هتشوفوها دلوقتي كمان لما تطلع من الفرن هوريها لكم، وهقطعها كمان معاكم عشان اوريكم كمالها. بس كده. هدخلها فرن وارجع لكم. شوفوا جمالها، بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم؟ كده. الله اكبر الله اكبر، استوت بقت زي الفل. خلاص كده انا هولع عليها بقى من فوق لمده دقيقه واحده وارجع لكم بعد ما اطلعها. دلوقتي هعمل بقى العسل بتاع البسبوسه. تمام. البتاع الكيوته دي جايه لي هديه بصراحه، عجباني قوي قوي، شكلها صراحه جنن. المهم حطيتها هنا، حطيت عليها كوبايه من السكر،
تمام، وكوبايه من الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده كوبايه سكر وعليها كوبايه ميه. ولو حابين ان يكون العسل بالشوكولاته حطوا معلقه كبيره من الشوكولاته الخام المر. يغلوا على النار لغايه ما يبقى عسل عادي. الشيره بتاعتك اللي بتعمليها عادي، بس انا هحط عليها زي ما قلت لك الشيره، بحب احط عليها نقطه صغيره من الليمون، ملح الليمون بيظبط العسل قوي. تمام، حبايه بالزعفران او بالهيل حطي النكهه اللي انت حباها. انا هحط كام واحدة زعفران، او ممكن تخليه سادة بما اننا عاملينه شوكليت، خليه سادة احسن. يبقى هنخلي سادة تمام بالفانيليا، يعني هنحط له فانيليا في الاخر بس كده. يلا 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 يلا، شوفوا 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 احلى بسبوسة بالدنيا كلها. خلاص كده طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين شكلها، بسم الله ما شاء الله. وعندي العسل بتاعي، انا بس قبل ما احط العسل عايزه اوريكم قوامها. شوفوا قد ايه هي، بصوا بصوا بتغلي ازاي، طريه بشكل ما تتخيلوهوش. شوفوا بسم الله ما شاء الله، خطيره خطيره خطيره. يلا هناخد بقى العسل بتاعنا وهنحطه عليه وهي سخنه كده، وعيشي بقى كلي احلى بسبوسه بالدنيا كلها. بس كافي يلا بقى كل واحدة قومي اعملي بسبوسة وتطلع معاكي. بصوا ده مالها، شوفوا شوفوا شايفين، بصوا يلا كل واحدة قومي اعملي بسبوسة هتطلع معاكي اجمل بسبوسة بالدنيا دي كلها. ما تنسوش بقى لايك سبسكرايب وشير، والسلام عليكم.